السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشباب ديال طرون كومان، مرحبا بكم معنا في الكور ديال الكورون، الكور ديال الكورون الكتريك كونتينيو، اللي هو البروميير كور في لابارتي ديال الالكتريسيتي. الوغ اون كومونس باغ بروميير تيتر اللي هو الالكتريزاسيون باغ فروتمون. بالعربية الشباب كتعني الاحتكاك ولا التكهرب بواسطة الاحتكاك. يعني كيفاش نخلي واحد الماتير فيها الالكتريسيتي، يعني مكهربة بواسطة الاحتكاك. كلكم كتعرفوا الاكسبيريونس ديال الا هزيتو مثلا ستيلو، بقيتو كتحكو على ريوسكم وهزيتو داك راس ستيلو، حطيتو ليه شي وريقة صغيرة، غيبدا يهز فيها. علاش؟ فينومين تو سامبلومون، هادي كتسمى التكهرب. شنو هو التكهرب؟ هو انني ملي كندير الاحتكاك ديال اي ماده، الالكترونات اللي في لا سيرفاس ديالها، يعني الالكترونات اللي على السطح ديالها، كتبدا تحرك. ملي كنبدا نحرك هذوك الالكترونات كتعطيني شويه الكهرباء، يعني كندير فيها دي شارج بوزيتيف ولا نيجاتيف، وحده من جوج. يعني ملي كندير فروتمون، ملي كنحك شي ماتيير كما بغات تكون، يا اما كندير فيها في لا سيرفاس ديالها، في السطح ديالها، يا اما كيوليو شحن موجبه، يا اما كيوليو شحن سالبه. دونك الا كانت شحن اون جينيرال عندي جوج ديال ليكا، ملي كندير دوك الشحن، يا اما هذوك جوج ديال لي ماتير اللي حكيتهم هنا خدمت هنا في هذا الكا، هادو خدمت بالفير و ليبونيت راه هو واحد البلاستيك قاصح. بون هنا خدمت بالفير وليبونيت، اعتبرت بان الفير هنا عنده لا شارج بوزيتيف، مثلا عنده لا شارج بوزيتيف وليبونيت عنده لا شارج نيجاتيف، اش غادي يدير؟ باردون، اش غادير لا شارج بوزيتيف مع لا شارج نيجاتيف؟ غيوقع لها كما كتشوفوا هنا اتراكسيون. يعني الا جاب الله وحكيت جوج ديال لي ماتير وتتيراو ليا، نعرف بان كل واحد فيهم دو شارج اوبوزون، فيهم دو شارج اوبوزون، يعني واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف. الا جاب الله وحكيتهم ووقع لهم ريبولسيون، يعني تباعد، هنا تقارب، اذا كيعني بان كل واحد عنده شارج مختلفه على الاخر. الا كان تباعد، كنعرف باللي كل واحد عنده نفس لا شارج ديال الاخر، يا اما غادي يكونوا بلس بلس، يا اما غادي يكونوا موان موان. كما كتشوفوا هنايا ريبولسيون تباعد، اذا كل واحد عنده نفس لا شارج ديال الاخر، يا اما تكون بلس بلس يا اما تكون موان موان. ولكن في لاتراكسيون ديما كيكونوا عندهم جوج ديال لي شارج اوبوز. دونك اون بو ديدوير كيل اكزيست دو سورت ديليكتريسيتي. دونك غنستنتجو بانه كاين جوج الانواع ديال الكهرباء، كهرباء السالبه ديليكتريسيتي بوزيتيف، ديليكتريسيتي نيجاتيف. ديليكتريسيتي بوزيتيف هي اللي كتجينا من لي شارج بوزيتيف، وديليكتريسيتي نيجاتيف هي اللي كتجينا من لي شارج نيجاتيف. صافا هادي عامل الفروتمون، نكملو. واضحة البارتي ديال الفروتمون. داك دوزيامون، ناتور دو كورون الكتريك، طبيعة التيار الكهربائي. باش تركزوا معايا الشباب الله يرضي عليكم، في ناتور دو كورون الكتريك، ناتور دو كورون الكتريك دون لي كونديكتور ميتاليك. باش تفهموني مزيان علاش غنهضر على هاد لابارتي، غادي نهضروا على جوج الحوايج. غادي نهضر على شنو هو الكهرباء، شنو هو الالكتريسيتي، شنو هو الكهرباء في لي كونديكتور ميتاليك، في الموصلات الفلزيه، يعني الحديد، النحاس، الالومنيوم، الفضه، النقره، الفضه راهي النقره، الالومنيوم، اي حاجه كتوصل الضوء ولكن تكون ميتال، تكون فلز قاصحه، ياك. وعاد غادي ندروه ليه في لي سوليسيون الكتروليتيك، في المحاليل الالكتروليتيه. وهنا غادي نجيو نعرفوا شنو هي الكهرباء، شنو هي طبيعه الكهرباء في المحاليل في الماء، وشنو هي الكهرباء في لي ميتال. دابا مثلا السلك اللي كيدوز فيه الضوء، شنو هو داك الضوء اللي كيدوز فيه، عباره عن اشنو، فهمتوني؟ دونك هادشي باش نبداو بعدا بلي كونديكتور ميتاليك، يعني بالفلزات، في السلوكه، في النحاس، في الالومنيوم،
شنو هو الضوء اللي كيدوز تما اون جينيرال الشباب باش يجيكم من الاخر كيقول لك لا ناتور دو كورون في لي كورون الكتريك كما كتشوفوا هنا درت لكم واحد السيركوي ياك درت لكم واحد السيركوي هادو اللي بالزرق هادو اللي بالزرق لي بوانتين بالزرق هادو لي زيليكترون هادو سميتهم لي زيليكترون مزيان اش كتقول لنا القاعده كتقول لنا بان لو كورون الكتريك دون لي ميتو سي ان ترانسفير دي زيليكترون ولا سي ان ديبلاسمون دي زيليكترون يعني انتقال الالكترونات في الاسلاك هو اللي كيعطيني التيار الكهربائي من الاخر انتقال الالكترونات في الاسلاك هو اللي كيعطيني الكورون الكتريك يعني ملي كتشوف واحد السلك كيدوز الضوء عرفوا بان راه الالكترونات هي اللي كتنتقل وهذوك الالكترونات اش كنسميهم هادو هاد الزرق هادو اش كنسميهم كنسميهم لي بورتور دو شارج حملات الشحنه هما بحال السطوله هما اللي كيهزوا لنا الضوء وكيحولوه من قنت لقنت وديك ديك ال... ديك ال... لي بورتور دو شارج عندي منهم جوج يا يكونوا لي بورتور دو شارج في لي كونديكتور في السلوكه كنسميهم لي زيليكترون ولي بورتور دو شارج في لي سوليسيون حنا جايين ليه دونك في السلوكه شنو هو الضوء شنو هو الكورون شنو هو لي الكورون الكتريك سي ان ديبلاسمون دي زيليكترون اللي كيتسموا لي بورتور دو شارج حملات الشحنه هو انتقال الالكترونات وهما حملات الشحنه هما اللي كيهزوا لنا الضوء الشحنه ومعروف بان الكهرباء بان شحنه او ديال الالكترون واحد هي 1.6 في 10 اس ناقص 19 كولوم هذه معروفه هذه هي الشحنه الابتدائيه يعني هذه كميه الكهرباء اللي كيهز ليها الكترون واحد دونك دون لي ميتو les électrons libres se déplacent يعني الالكترونات الحره تتحرك ماشي كاع لي زيليكترون هي الالكترونات الحره وهذه كيتميز الالكترونات الحره كيتميزوا بها على لي ميتو كيتميز بها الحديد والفضه ولا الالومنيوم والنحاس داكشي القاصح اللي كيوصل للضوء circulant de la borne moins vers la borne plus à l'extérieur du générateur هاد لي زيليكترون الشباب كيمشيو ليا من الموا حتى للبلوس ديالاش ديال الجينيراتور ديال المولد بمعنى اخر انتم راكم كتعرفوا ديجا بان منحى انتقال التيار الكهربائي هو من المنحى الموجب ها هو درت لكم هنا بالاحمر ديال اي هو التيار الكهربائي كينتقل دائما من الموجب للسالب ياك ولا لا ولكن الالكترونات دائما تنتقل من السالب الى الموجب فعكس منحى انتقال التيار الكهربائي اللي هو لو سونس كونفونسيونيل دو كورون المنحى الاصطلاحي التيار الكهربائي هو من البلوس للموا ولكن منحى انتقال الالكترونات و ديبلاسمون دي زيليكترون دو بول نيجاتيف فيغ لو بول بوزيتيف دونك نلخصوا هذا الشيء قلنا الكورون الكتريك دون لي ميتو سي ان ديبلاسمون دي زيليكترون ليبر le sens de déplacement des électrons libres منحى انتقال التيار الكهربائي منحى انتقال les électrons le sens de déplacement des électrons c'est de pôle moins vers le pôle positif من الموان للسالب هذو les électrons انتقال التيار الكهربائي دائما يكون من البول بوزيتيف vers le pôle négatif يعني le sens inverse ديال déplacement des électrons مزيان نرجعوا دابا للحاله الثانيه اللي قلت لكم بانه بغينا نعرفوا شنو هو طبيعه الكهرباء في في في, في المحاليل الالكتروليتيه لي سوليسيون الكتروليتيك بعدا خصكم تعرفوا الشباب امتى كنقول بان عندي سوليسيون الكتروليتيك كنقول بان عندي سوليسيون الكتروليتيك pardon كنقول عندي سوليسيون الكتروليتيك الا كان كيدوز الكورون الا هزيت واحد المحلول هزيت واحد الماده خويتها في الماء انا صوبت محلول الا بغيت نصوب محلول كنهز ماده راه قريتوها سوليتي وسولفون كنهز السوليتي كنحطها في واحد السولفون مودي جسم مذاب كنحطو في واحد الجسم مذيب وكنصوب سوليسيون يعني جوج المواد واحد كيذوب وواحد ما كيدوب
الا خلطتهم مع بعضياتهم يعني صابت سوليسيون، اي باش تعرفوا شنو هو سوليسيون، محلول. الو هذا المحلول هذا الا دوز لينا الضوء كنسميوه سوليسيون الكتروليتيك، صافي؟ الا دوز لينا الضوء كنسميوه سوليسيون الكتروليتيك. وهادو هما اللي غنقراو دابا، شنو هي الكهرباء بالنسبه لهاد لي سوليسيون الكتروليتيك. ماشي هما ماشي ميتال، ماشي حديد، ماشي نحاس، ماشي فضه، وكيفاش كيدوز ليا الضوء؟ قالوا هنا غادي نهضروا على لي بورتور دو شارج، حاملات الشحنه، لان في في في, في الحديد وفي الفضه هذوك لي ميتو حاملات الشحنه قلنا هما الالكترونات، ولكن في لي سوليسيون الكتروليتيك حاملات الشحنه هما لي زيون. الا لاحظتوا معايا هنا كان بوانتي هنا MnO4 دو موا او Cu دو بلس دو موا Cu دو بلس باردون. هادو الا لاحظتوا هنايا هادو هما اللي حطينا هنا في هاد السوليسيون في هاد البلاكه هادي. الوغ ملي حطيناهم هنايا باردون ملي حطيناهم هنايا باردون الوغ ملي حطيناهم هنايا غنشوفوا الديبلاسمون ديالهم. هادو هما حملات الشحنه، هادو هما اللي هيهزوا ليا لي شارج الكتريك. هما هادو اش غادي يديروا دابا؟ حنا عارفين بان التيار الكهربائي ينتقل من القطب الموجب نحو القطب السالب للمولد. ها هو عندي اي، انا دايروا لكم بالاحمر هنا، غيمشي هكا وغيمشي هكا، مزيان. بالنسبه للالكترونات، الالكترون دائما تنتقل في المنحى المعاكس ديال التيار الكهربائي، مزيان. ولكن ها هما جاوا الالكترونات حتى لهنا وحبسوا، ها هو جا التيار الكهربائي حتى لهنا وحبس، مزيان. فهاد السوليسيون، فهاد المحلول، شكون غيدوز ليا الضو دابا هنا؟ هما هاد الايونات هادو اللي هما اللي عندهم شحنه. هادو هما اللي كنسميوهم حملات الشحنه. الو اش غادي يديروا هنا؟ القاعده اش كتقول لنا؟ كتقول لنا بان الايونات السالبه دائما تنتقل في المنحى ديال التيار الكهربائي. الايونات الموجبه اللي هي سي دو بلس تنتقل في منحى انتقال التيار الكهربائي، اما الايونات السالبه فهي تنتقل في منحى انتقال الالكترونات. دابا باش نفسر لكم، عندي واحد السوليسيون في قرحه، دوزت ليه السلك، داز الضوء، شتي ملي وصل الضوء ملي وصل السلك اللي كيجيب ليا الضوء المحلول ديالي، شنو دار؟ جاو دوك الايونات الموجبه دات ليا التيار الكهربائي من هنا لهنا. الموجبه غتجي من هنا، غتجيب التيار الكهربائي من هنا لهنا، غتديه. هادو السالبه غتجيب الالكترونات من هنا وغتجيبهم لهنا. اذا هادي درت التوصيل، دازوا ليا الالكترونات وداز ليا التيار الكهربائي. دونك دون لي سوليسيون الكترونيك ني با دي الكترون ليبر، ما كاينش الكترونات حره. لا سيركولاسيون دو كورون الكتريك سيكسبليك، يعني التوصيل ديال التيار الكهربائي كيتفسر بان دوبل ديبلاسمون دي زيون، كيتفسر بانتقال الثنائي ولا انتقال بالانتقال المتكرر مرتين، يعني انتقال جوج مرات ديال لي زيلكترون. الالكترونات الموجبه تنتقل دائما من البول نيجاتيف فير ديبلاسمون فير الالكترود رولييه بار لا بورن نيجاتيف دو كاتود. دائما كتنتقل الالكترود بوزيتيف، دائما كتنتقل في منحى، عقلوا عليها، دائما كتنتقل في المنحى الموجب، يعني كتبع اي. اما الالكترونات الايونات نيجاتيف فهي دائما كتنتقل كتبع الالكترونات، عقلوا عليها. اي حاجه سالبه كتبع الالكترونات، اي حاجه موجبه كتبع التيار الكهربائي. التيار الكهربائي راه قلنا من البلس للموا، الالكترونات من الموا للبلس.
Donc, CI de plus se déplace vers le sens, dans le sens conventionnel de courant, mais les ayants MNO 4 moins, ça y est, 4 m'intercales dans le sens contraire, ça veut dire le sens. Le sens contraire, les rois, le sens de déplacement des électrons. Troisièmement, l'intensité de courant chez Dattayar Karabé. Chez Dattayar Karabé al-Shabab, l'intensité de courant, قبل ما عطينا واحد العنوان هنايا اللي هو لا كونتيتي ديكتريسيتي كميات الكهرباء. كميات الكهرباء عطيناها رمز اللي هو كي. الوحدة ديالها الكولوم سي. الوحدة ديالها الكولوم سي. هذه هي الوحدة ديالها هي الكولوم سي. الرمز ديالها هو كي. العلاقة باش نحسبوها هي ان فوا او. كميات الكهرباء باش تفهموها مزيان، الا هزيت انا هاد شنو هي هاد او بعدا، هي الشحنه الابتدائيه، هي لا شارج اليمونتير اللي قلت لكم هي 1.6 10 اس ناقص 19، هي كتشوف فيها هنايا مزيان. هاد او هادي قلنا هي كميه الكهرباء اللي كيهز ليها الكترون واحد، ودابا اعتبروا نتوما الكترون واحد هو واحد الكاس، صافي هو واحد الكاس، هز ليا 1.6 10 اس ناقص 19 مزيان. بغيت نعرف لا كونتيتي ديكتريسيتي، الكميه ديال الالكتريسيتي اللي دازت. غنحسب شحال من كاس داز عندي، شحال من كاس داز عندي، وغادي نضربو في شحال هز داك الكاس. بحال بغيت نحسب نعبر شحال ديال الماء داز، شحال ديال الماء دوزت. غنعمر كاس، غادي نعرف مثلا بانه عارف الكميه ديال الماء اللي كاين في واحد الكاس، غادي نحسب شحال من كاس داز، وغادي نضربو في ديك الكميه ديال الكيسان، صافي غادي نعرف لا كونتيتي ديال الماء. وكذلك لا كونتيتي ديكتريسيتي، كميه الكهرباء، غادي نعرفها بالعدد ديال الالكترونات اللي دازو عندي، وانا عارف شحال كيهز كل الكترون، اللي هو 1.6 10 اس ناقص 19، اللي هما كيتسموا لي بورتور دو شارج. مزيان. يعني الا قالوا لي راه دازت عندك 500 الكترون، غتهزو ديك 500 غتضربها في 1.6 10 اس ناقص 19 وغتخرج لكم لا كونتيتي الكتريسيتي اللي هي اون كولون، العلاقه رقم واحد عندكم في الدرس. ثاني حاجه لانتونسيتي دو كورون، شده التيار الكهربائي. وهذه الا بغينا نعرفوا شده التيار الكهربائي كيقولوا لنا هي لا كونتيتي دي الكتريسيتي اللي دازت عندكم في واحد المقطع ديال السلك، في واحد المقطع ديال السلك خلال مدة زمنيه معينه. التيار الكهربائي، شدة التيار الكهربائي هي كمية الكهرباء اللي دازت عندكم في واحد المقطع ديال واحد السلك خلال واحد المدة زمنية معينة. كيفاش كنحسبها؟ سهلة، كيقولوا لنا إي، هيا إي كتساوي كيو على دلتا تي. العلاقة الثانية، إي كتساوي كيو على دلتا تي، سهلة. داكشي اللي حسبته بالكولوم قسموا على دلتا تي، والله يرضي عليكم، هنا دلتا تي دائما بالسكوند، وإي اي راكم عارفينها دائما بالامبير، هاي اي بالامبير، كي بالكولوم، دلتا تي بالسكوند. العلاقه رقم جوج، عندنا وحدات وحدين اخرين ديال شده التيار اللي هي ميلي امبير. ملي تسمعوا ميلي امبير هي 10 اس ناقص 3 امبير، ملي تسمعوا ميكرو امبير، هذا الرمز هذا ميكرو امبير هي 10 اس ناقص 6 ميلي 10 اس ناقص 6 امبير، باش ما بقاش تدخل في الوحدات. دونك العلاقه رقم جوج عندكم في هذا الدرس. ميزور دو لانتونسيتي دو كورون، كيفاش نعبر شده التيار؟ يعني هذه العلاقه هذه كتحسبوا بها بدلاله الشحنه، بدلاله لا كونتيتي ديكتريسيتي، يعني كميه الكهرباء. اما دابا فغادي نشوفوا كيفاش نعبروا التيار الكهربائي. راكم قريتوا هذا الشيء في السابعه في الكوليج كامل، نتوما كتقراوا في لانتونسيتي دو كورون، شده التيار. باش نعبروه كي خصنا واحد لاباغاي اللي هي لامبيرمتر، وراكم كتشوفوا قدامكم عندنا جوج ديال لي تيب ديال لي زامبيرمتر. امبيرمتر نيميريك هو هذا اللي كيعطيني لا فالور اكزاكت او ديريكتومون، ما كنحتاج حتى شي حاجه، يعني نحطو كيعطيها بحال كالكولاتريس. مزيان. وعندنا امبيرمتر انالوجيك اللي هو هذا، وفيه ليبرا، فيه ليبرا وفيه واحد لا بوطون ديال الكاليبر، حنا غادي نجيو ليه من بعد. هاد لامبيرمتر اليغويل ولا الانالوجيك ما كيعطينيش لا فالور ديريكت،
وشنو كيدير؟ كيعطيني غير واحد لا ليكتور. هذيك لا ليكتور خصني نستعملها، واحد القراءة خصني نستعملها في واحد العلاقة باش نجبد لانتونسيتي دو كور، وهي اللي غادي نشوفو دابا. دونك السامبول ديال الكورون ديال لامبيرمتر، قبل بعدا ما نجيو للكالكول، السامبول ديال لامبيرمتر هو هذا في السيركوي الكتريك، في الدارة الكهربائية دائما كديرو أ، كديرو دوارة وسط منها أ، هذا هو الكورون، وهذا هو السامبول ديال لامبيرمتر، جهاز قياس التيار الكهربائي. بالنسبة لانتونسيتي دو كورون كيفاش غادي نحسبها؟ وما نساوش واحد لا غومارك، بان دائما لامبيرمتر راه دائما كيتبرونشا اون سيري، من بعد نوضح لكم في واحد الشكل، كيتبرونشا اون سيري في الدارة الكهربائية، كان يعني كنحطو حدا هذاك، حد ذاك الجهاز، وحد ذيك مثلا لا لامب بولا ولا شي حاجة نحطو حداها باش نعبر التيار الكهربائي ديالها اون سيري. هاي دونك l'intensité de courant mesurée à l'aide d'un ampèremètre est donnée par la relation شدة التيار الكهربائي اللي كيعطيها لنا لامبيرمتر، كنخدموها بهاد العلاقة هادي. أنا كبرت لكم الصورة هنا ديال داكشي اللي كاين هنا باش نعرفوا شنو هما هاد لي بارامتر. دونك أول حاجة إي كتساوي سي إن إن زيرو، شنو هي سي، شنو هي إن، شنو هي إن زيرو؟ سي هو الكاليبر، الكاليبر الشباب ديما كيكون عندكم هنا دوني في ليكزيرسيس، شتي هاد البوطونة هادي، لاحظوا معايا هاد لومبيرمتر، هي هاد البوطونة هادي الكبيرة ديما كتشير ليا لواحد الرقم، هذاك الرقم هو ديال الكاليبر، وديما كنعطيوه لا بلو كروند بروش فالور، يعني ديما كنريكلو على واحد لا فالور كبيرة، وكنبداو نقصو حتى كتقاد ليا ليكويل، حتى كتبدا تحرك ليا هاد ليكويل هادي كتمشي لواحد لا فالور مقرية، عاد كنطلقها باش ما يتحرقش ليا باراي. دونك هاد الكاليبر هذا ديما كيتعطاكم في ليكزيرسيس سي، ديما كيتعطاكم، وممكن تحسبوه انطلاقا من هاد لا غلاسيون هادي، الى غتحسبوه ب اي فوا ان زيرو مقسوم على ان غتعطيكم سي. المهم دونك العلاقات كجونغليو بيهم كيما بغيت. نجيو دابا شنو هي سي، قلنا هي الكاليبر كتعطانا مزيان ان زيرو، ان زيرو هي ديك التدريجه اللي كتشير ليها الابره، والى لاحظتوا هنايا عندكم بزاف ديال الارقام، عندنا هادو كنسميوهم دي كادرو، هادو ركزوا معايا هي مع الكحل خليو الحمر، هادو الى لاحظتوا هنايا في السطر الفوقاني في الكحل عندي 100، تحت منه عندي 30، مزيان جا مثلا الابره وقفت هنا في 60، 60 في الفوق، 60 الفوق، 60 الفوق، اذا 60 الفوق فهي تقريبا 18 لتحت في 30 هذا. دابا الى جا واحد التلميذ وقرا 60 وجا واحد التلميذ وقرا 18، واش غتخرج ليه نفس النتيجه؟ طبعا غتخرج ليه نفس النتيجه، علاش؟ لانه كيقسم على ان زيرو اللي خدم بها، يعني كيقسم على اش من ميناء قرا فيه، اش من تدريجات قرا فيهم، واش قرا في التدريجات ديال 100 ولا قرا في التدريجات ديال 30، الا قرا في التدريجات ديال 30 غتخرج ليه 18 على 30، والا قرا في التدريجات ديال 100 غتخرج ليه 60 على 100. دونك واضحة؟ دونك دوك التدريجات قراو فين ما بغيتو، يعني هو قسمو على داك الرقم الاخر اللي عندكم، مثلا انا هنا قريت 60، شحال عدد التدريجات الاخرى اللي عندي في هذا الميناء ديال 60؟ عندي 100، اذا نقسم على 100، قريت في ديال خرجت لي 18 فين؟ في 30، نقسم على 30، صافي واضحة الفكرة. اذا ان زيرو كتشير لعدد التدريجات اللي كتشير ليها الابرة، عفوا ان هي عدد التدريجات اللي كتشير ليها الابرة، ان زيرو ان زيرو اللي هي قيمة النهائية ديال الميناء اللي كنقرا فيه ديال الكادرون، واضحة الفكرة. دونك اي كتساوي سي اللي هو الكاليبر ديما كيتعطى، ان عدد التدريجات اللي تشير اليها الابرة، ان زيرو اللي هو عدد الكلي التدريجات ديال الميناء. ليكزيرسيس هنا واحد ليكزيرسيس دابليكاسيون تري سامبل، ها هو عندكم دابا الكاليبر هنا هو واحد امبير، التدريجة اللي كتشير لها الإبرة هي 40، عدد التدريجات الكلي هو 60، إذا سي هي 1، إن هي 40، وإن زيرو هي 60، ولا سوليسيون كتكتبوها بحال هكا، هما كلشي عندكم هنا، 40، 1، 60،
اي كتساوي ان في 60 مقسوم على ان، 40 في 1 مقسوم على 60 تخرج لكم 0.66 امبير. هنا نسيت واحد الحاجه الله يرضي عليكم، هاد السي هادي الا حطوا لكم هنا امبير حطوا امبير، نتوما حطوا لكم ملي امبير حطوا ملي امبير، حطوا لكم ميكرو امبير حطوا ميكرو امبير. دونك هاد السي هي اللي كتحكم في الوحده اللي غتكون عندكم في اي، صافي. الا حطوا لكم هنا امبير حطوا نتوما حتى هنا امبير، حطوا لكم ملي امبير حطوا ملي امبير. نتمنى ما نكونش طولت في هذا الدرس هذا. لا بارتي بقات لنا واحد لا بارتي الاخرى اللي هو الديابو الاخر تقريبا. بون نبداو بعدا بلانسيرتيتود. لانسيرتيتود هي نسبه الخطا. في الفيزيك عندنا ما يسمى بنسبه الخطا في اي حاجه كنقيسوها بشي جهاز الا بغا تكون عنده نسبه الخطا. كيفاش نسبه الخطا؟ لانسيرتيتود يعني يقدر داك الجهاز يزيد واحد القيمه يقدر ينقصها. يعني كنقول لك مثلا راهي الا قال لك هذا الجهاز بان راه عندك 5 امبير راه يقدر يكون غلط ب 0.5. يعني انت راه تقدر ديك القيمه تكون زايده اللي هي 5 تقدر تكون زايده بنص ولا ناقصه بنص. هذه هي لانسيرتيتود نسبه الخطا. الوغ هذه نسبه الخطا فيها جوج ديال الحوايج. فيها لانسيرتيتود ابسولي فيها نسبه الخطا اللي كنسميوها لانسيرتيتود ابسولي وفيها الغولاتيف. ابسولي كيفاش كنحسبها؟ ساهل هذا الشيء. دي غولاسيون دلتا اي هي نسبه الخطا، الرمز ديالها هو دلتا اي كتساوي سي مضروب في اكس مقسوم على 100. شنو هي هاد اكس؟ هي الكلاس. تقول لي يا استاذ منين غتجيب هاد الكلاس هذا؟ السي راه عرفناه هي الكاليبر ديما كيتعطانا، ولكن الكلاس حتى هو ديما كيتعطاكم، ما عمر الكلاس كتقلبوا عليه ديما كيتعطاكم. علاش؟ لانه كيجي مع لاباري. ملي كيصنع الصانع ديك لاباري كيحط لهم الكلاس، كيقول لهم الكلاس ديال هاد لاباري ها هو واحد هو واحد ونص هو جوج هو جونغ ويا غادا. دونك ديما كيتعطاكم. دونك باش تحسبوا لانسيرتيتود ابسولي كديروا دلتا اي كتساوي السي فوا الكلاس اللي ديما كيتعطاكم وديما كتقسموا على 100 ديما. دونك الكلاس فوا الكاليبر مقسوم على 100. نتمنى يكون واضح. الغولاتيف لانسيرتيتود غولاتيف دائما هي نسبه هي بورسونتاج. اش كديروا لها؟ نساو عليكم هاد لابارتي ديال السي فوا اكس وان. ها هي دلتا اي فوا اي. اي راه غتكون عندكم، هي اللي غتكون حسبتو بالعلاقه اللي درنا في الاول ياك. ودلتا اي ها هي حسبتوها بهاد العلاقه. ايوا صافي قسموا اي على قسموا دلتا اي على اي غتخرج لكم لانسيرتيتود غولاتيف. راه بعض المرات كتضربوها في 100، بعض المرات كتضربوها في 100 باش تولي نسبه مئويه، حيت دائما كتخرج لكم صغير من واحد. كتضربوها في 100 باش تولي عندكم نسبة مئوية. نتمنى يكونوا واضحين هاد لي زانسيرتيتود نسبة الخطأ. بروبخيتي دو كورون إلكتريك، مميزات التيار الكهربائي. هاد المميزات غادي نقسموهم على جوج، يا إما كنهضروا على تيار كهربائي أو دارة كهربائية على التوالي سيركوي أون سيري، ولا كنهضروا على سيركوي أون باراليل. إلا كنا كنهضروا على سيركوي أون سيري فالتيار الكهربائي او شده التيار الكهربائي كتبقى هي نفسها. في اي داره على التوالي عندي شده تيار وحده. يعني الا عطاوني داره على التوالي في شي تمرين عرفوا بانكم كتحسبوا شده التيار عامره وحده وكتبقى ثابته ما كتبدلش. وانا غادي نوريكم شنو هي السيركوي اون سيري. السيركوي اون باراليل الا ما كيبقاش عندي سيركوي، ما كيبقاش عندي لانتونسيتي دو كورون وحده كتبدل، كيوليو عندي ما يسمى بلا لوا دينو. شنو هو لوا دينو؟ قانون العقد. وشنو هي العقده؟ هي النقطه فين كيتلاقاو ثلاثه ديال السلوكه على الاقل. مثلا وشنو هو اش كيقول لنا هاد لوا دينو؟ مثلا الا تلاقات لك واحد النقطه فيها بزاف ديال السلوكه اش كيقول لي هاد لوا دينو؟ انا نفسر لكم هذا الشيء في شكل. اش كيقول لنا؟ كيقول لنا ودي بان جميع التيارات الكهربائيه الداخله لي دخلات لاغيفي، هاي لا صوم دي اي اغيفي، لي دخلات ليكم النقطه ديالكم كتساوي مجموع التيارات الخارجه. مثلا اول حاجه بعدا في شي تمرين تعطى لكم، اول حاجه شنو كديروا؟ كديروا لو سونس دو كورون منحى التيار الكهربائي.
من البوزيتيف ديال الجينيراتور فيغ لو نيجاتيف ديال الجينيراتور. ثاني حاجه كنشوف العقده ديالي اللي بغيت نخدم عليها، مثلا بغيت نخدم على هاد ان، شنو هو التيارات اللي دخلوا ليها؟ دخلت ليها اي 1 ودخلت ليها اي 5 وخرجت منها اي 3 وخرجت منها اي 2 وخرجت منها اي 4. اذا شنو هو المنطق باش نخدم؟ اللي خرجت كتساوي اللي دخلت، اذا اي 1 اللي هي دخلت زائد اي 5 اللي هي دخلت كتساوي اي 3 اي 2 اي 4 اللي كلهم خرجوا. باش نفسر لكم اكثر، انا درت لكم هنا سيركوي اون ديريفاسيون و سيركوي اون سيري، pardon، circuit en dérivation ou circuit en série. Et bien, si vous voulez bien. Pardon, je suis bien. Ah, دائما في السيركوي اون سيري ديما كتلقاوها فيها غير بوكل وحده، فيها مربع واحد. أنا في سيركوي أون ديريفاسيون، سمحوا لي لأن عجينة الديابو الآخر وين خربق. أنا عندي ديابو واحد، نحاول ننزل التيابو ديالنا. تري بيان، دونك هنا إلا لاحظتوا معايا السيركوي أون سيري هي هادي، هاد السيركوي أون سيري الفوقانية. C'est ça, oui. Circuit en série, il y a des focania. Alors, il y a un cas de chauffe, un nail, morba, ou la mustatil, ou la mustatil, ou la circuit en série. Il y a un cas de morba, ou la mustatil, ou la circuit en série. Si tu as fait de la lampe, tu as fait de la lampe, tu as fait de la lampe. En série, tu as fait de la lampe. Il y a un cas de chauffe, tu as fait de la lampe. شدة تيار وحدة اللي هي ثابتة كونستانت. ولكن إلا مشيت نهضر على سيركوي أون باغالين، شحال من مربع كتلاحظوا هنايا؟ راه عندكم تقريبا واحد جوج ديال المستطيلات، إذا راها أون باغالين. غير باش تعرفوا تميزوا ما بين باغالين وأون سيري. هنا أول حاجة كندير بها كما قلت لكم في الكور هو أنني كنسيركولي الكورون ديالي، كنبدا من البوزيتيف من لو بورن بوزيتيف وكندير هاد لي فلاش هادو الحمر اللي كيبينوا لي فين غادي التيار الكهربائي. مزيان، دابا فينا هما لي نو، فينا هما العقد؟ العقد البلاصه فين كيتلاقاو ثلاثه السلوكه على الاقل. اجيو هنا، هاهي كتبتها لكم هنا ا، وكتبت لكم من الجهه الاخرى بي. هاد ا و بي هما العقد اللي عندكم. هاد العقد شنو علاش كيصلحوا؟ كيصلحوا باش يجبدوا التيار الكهربائي، تيار باش يجبدوا شده التيار. يعني غنشوفوا شكون هي اللي دخلت لهاد العقده وشكون هي اللي خرجت منها. مثلا هنا راه دخلت هاد التيار الكهربائي اللي داز من ال ا هو اللي دخل، وخرج لي التيار اللي داز من ال 2 ال 3. يعني العلاقه غتولي اي ا كتساوي اي 2 زائد اي 3. نتمنى يكون الكور ديالنا واضح. لكم مني كامل التحيه والتقدير،
والسلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله، طولت عليكم.